يا هلا فيكم معنا مشاهدنا الكرام، وحلقة جديدة تجمعنا معاكم في برنامج ملتقى الرياضة. اليوم عندنا ضيف وكابتن ونجم من نجوم كرة السلة الكويتية، بنتعرف عليه أكثر إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل. ضيفنا اليوم في ملتقى الرياضة الدكتور عبد العزيز ضاري، مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، وهو أيضا لاعب سابق في كرة السلة. حقق الكابتن عبد العزيز الكثير من الإنجازات على المستوى الشخصي، منها أفضل لاعب في الكويت لعدة سنوات، وأفضل لاعب بالخليج على مستوى الشباب والفريق الأول. رجعنا معاكم وبرنامج ملتقى الرياضة، ورحب في ضيفنا داخل الاستديو الدكتور عبد العزيز ضاري، لاعب كرة السلة والمنتخب الكويتي، وأيضا هو يعني من أعمدة الكرة السلة الكويتية. حياك الله معانا كابتن، وكل عام بخير. وانت بخير اختي ريم، ومبارك لك ومبارك للشعب الكويتي، حكومه وقياده، بحلول شهر رمضان المبارك عاد الله علينا وعليكم الخير واليمن والبركات. امين يا رب العالمين، ودائما كويتنا الحبيبه تكون في اجمل واحلى حله في الشهر الكريم، وشهر الخير وشهر البركه وشهر الايادي البيضاء اللي نشوفها في الكويت. دائما ما شاء الله نشوف هالموائد رمضانيه والسفره والاماكن الحلوه اللي فيها التجمعات الجميله. اول سؤال بسالك عنه بعيد شوي عن الرياضه، وين تروح برمضان؟ والله بالنسبة للأجواء الرمضانية نشوف يمكن الدواوين، طبعا نخلي مثلا في يوم، أكيد اليوم راح يكون متقسم على أكثر من جانب، لكن الجانب الديني له مكان، أيضا الجانب الرياضي له مكان، الدواوين وجمعة الأهل أكيد والأصدقاء، خصوصا في شهر رمضان المبارك نشوف أكيد العادات تكون مختلفة، زيارة الدواوين تكون مختلفة، العادات الاجتماعية أو التآلف الاجتماعي يكون بشكل أكبر لحظة زيارة الدواوين، أيضا الجيران لهم حق يكون برمضان. ففي رمضان أكيد الأجواء كثيرة، سواء الغبقات سواء التجمعات أو لعب المباريات، في أكثر من جانب، ماكو جانب معين يشغلني. أكيد دكتور عبد العزيز الرياضي يمكن عليه شوية مسؤولية في موضوع شهر رمضان بالذات، خاصة إذا كان عنده مثلا معسكر في الكويت أو برا الكويت، النظام الغذائي يختلف، لا والله أنا ما أقدر أكل أشياء معينة وراي بطولة، فأنتوا شلون تتعاملون مع هالموقف أو مع هالموضوع كلاعبين كرة سلة؟ بالنسبه لي كلاعب كره سله لما كنت موجود في داخل الملعب، لا كان لي نظام غذائي خاص استمر عليه، سواء قبل موعد الافطار يكون لي برنامج معين، خلاص اعرف مثلا امارس الرياضه على اساس احرق سعرات حراريه اكثر، ايضا نظام السحور يكون معين، اذا كان في مباريات عندي اكيد راح يكون نوع الاكل يختلف، سواء كربوهيدرات او اي نوع ثاني من الاكل ما يكون دسم على اساس تقدر تؤدي بالمباراه، ايضا لازم يكون لك جدول غذائي تمشي عليه طوال شهر رمضان المبارك، ما يمنع انك تخربط في بعض الأحيان، نشوف يمكن السفر ما شاء الله الموائد في دولتنا الحبيبة الكويت أكيد عامرة ما شاء الله أكيد، ودائما نقول المطبخ الكويتي مميز. والسفرة الكويتية بعد برمضان ما تخليك ما تذوق، يعني ما تقنعني أن تلاعب ما تأكل قيمات، مستحيل. والله شوفي اللاعب الله يعينه، خصوصا إذا كان عنده أخصائي تغذية موجود بالنادي أو بالمنتخب، راح يكون دائما معاك، وراح يكون في كل تمرين مثلا الميزان موجود، فراح تكون في تحدي بينك وبين الميزان، ما يمنع انك تخربط اكيد بالبيت او تاكل اللي تتمناه، لكن بكميات اكيد قليله، ما تكون فاتح، لان الميزان راح يبين معاك اخر أكيد. الشهر اذا كنت صاعد لفوق، وفرصه لرمضان ترى صراحه انا اكثر من رمضان جربت الوزن ينزل بشكل كبير اذا كان في التزام بالوجبات الغذائيه وايضا ممارسه الرياضه. موضوع ممارسه الرياضه وهذا شيء جدا مهم بصراحه، نشوفه بالكويت بشكل كبير جدا في شهر رمضان، نشوف وايد ناس قبل الفطور يروحون يمارسون الرياضه، في ناس لا والله بعد الفطور. انت شنو تحب كرياضي، وما بين امس واليوم، الرياضه قبل الفطور ولا بعد الفطور؟ والله بالنسبه لي انا ايد الرياضه قبل الفطور، مو كجانب لاعب كره سله، كجانب رياضي احب انه يكون مثلا تمريني او الهروله عندي تكون قبل الفطور بنص ساعه او 45 دقيقه، انوع بينها وانوع فيها بين المشي وايضا بين الهروله، او انه مثلا اذا كانت بعد الفطور تكون مثلا القاري، لانه اعتزلت لعبه كره السله، كان عندي القاري بشكل كبير 40 دقيقه بالاضافه الى التمرين اللي يكون قبل الفطور. لا لما كنت لاعب كره سله بالعكس كان عندي يمكن جدول ثابت، تمرين يومي لمده ساعتين بعد الفطور، يكون مثلا من الساعه 8 ليل 10 او 9 ليل 11 على حسب وقت المباريات اللي يكون موجود ننسق التمرين عليه. قبل ما اروح الفاصل بسالك هذا السؤال، شنو فطوركم اليوم؟ والله بالنسبه للفطور اليوم اكيد التشريبه، هذا يمكن طبق رئيسي في جميع الاسر الكويتيه، وايضا انا من محبين الشوربه والسلطه هذه كبدايه، والتشريب اكيد ياخذ حيز كبير من السفره. الصحه وهنا ان شاء الله، واحنا متابعين معاكم برنامج ملتقى الرياضه بعد الفاصل.
رجعنا معاكم وبرنامج ملتقى الرياضة، وضيفنا اليوم في هالمكان الجميل في يوم البحر نقدم لكم يمكن هذا البرنامج الرمضاني، ومع الدكتور عبد العزيز ضاري تكلمنا يمكن عن رمضان وأجواء رمضان. بنرجع كابتن عن السلة، يعني لابد أن نقول لاعبين كرة السلة مميزين بصراحة، دائما يختارونهم لمواصفات معينة. أنت كلاعب سلة شلون بديت وليش توجهت للسلة بالذات؟ بداية طبعا أشكركم على اختيار الموقع اللي ذكرنا بذكريات الطفولة، يوم البحار معلم من معالم الكويت أكيد، واسترجعنا فيه ذكريات الزمن الجميل. أما بالنسبة لي كلاعب كبداية أكيد كنت مع الوالد موجود دائما معاه، كان مشرف في نادي الجهرة وأيضا لاعب منتخب الكويت لكرة السلة، وتدرج وأصبح أيضا إداري وأصبح رئيس اتحاد الكويت لكرة السلة، فتدرجت معاه من مرحلة لمرحلة. هذه كانت بدايتي، الوالد حببني في لعبة كرة السلة، كانت بدايتي في ألعاب القوة وأيضا حراسة المرمى، لكن لتواجد اليومي مع الوالد أنا وأيضا أخواني اللي موجودين معاي اتجهنا للعبة كرة السلة، وأيضا عائلتنا بشكل عام اتجاههم كله للعبة كرة السلة. أكيد لها مواصفات معينة، الطول مثلا، بس بوقت الصغر ما راح يبين الطول معك، لكن تدرج خصوصا لما تكون لاعب صغير راح تسهل عليك اللعبة أكثر وأكثر. يعني التشجيع يا من الوالد، لأن نشوف يمكن في الوقت الحالي إذا توافقني الرأي بعض اللاعبين المبتدئين يدخل كذا مجال بعدين يقول يتخصص أو يأخذ هاللعبة بالذات. أنت حلو أنك مريت في قلت ألعاب القوة تقريبا، ألعاب القوة وبعدين حراسة المرمى بعدين اتجهت لكرة السلة. أيضا دور الكشافين الموجودين في المدارس خصوصا الحين مع عودة الاتحاد الرياضي المدرسي، صراحة اللي له نشاط جدا مشهود في استقطاب اللاعبين اللي ما يكونوا مسجلين بالأندية، فدائما يروحون المدارس يختارون اللاعبين، وشرط من الشروط انه ما يكون اللاعب مسجل في أندية. هذا اكيد راح يعطي لعبة كرة السلة مجال كبير او اي مجال اخر سواء كرة اليد او القدم او اي لعبة من الألعاب الاخرى، فهذا مجهود اكيد كنا فاقدينه بالسابق ورد الحين بشكل اكبر. اكيد دكتور لازم اسالك عن نادي الجهرة، ذكرياتك في هالنادي وشنو يعني لك نادي الجهرة؟ والله بالنسبة للذكريات انا يمكن بديت مع نادي الجهرة من سنة 1995 لسنة 2018، بعدها انتقلت لنادي الكويت 19-20 ورديت ختمت مسيرتي مع نادي الجهرة، قضيت فيه يمكن أكثر الذكريات. كانت الإنجازات الشخصية تغلب على الإنجازات الجماعية، حققت فيها العديد من الإنجازات سواء أفضل لاعب أو هداف الخليج وآسيا وأيضا العرب، أيضا احترفت في أكثر من نادي خليجي، لكن كنت فاقد للبطولات. حققت مع نادي الجهرة بطولتين، انتقلت بعد هالشيء لنادي الكويت حققت معاه جميع البطولات سواء بطولات خليجية أو محلية، وهذه كانت يمكن مسيرة يمكن طويلة، لكن الإنجازات كانت في نادي الكويت، الإنجازات الجماعية، الإنجازات الشخصية كانت مع نادي الجهرة وأيضا مع نعم. ممكن نقول أن هذه الإنجازات جاءت بعد مسيرة رياضية حافلة بعد خبرة طويلة، ولذلك كانت هناك إنجازات أكثر. بالطبع أنا كبداية أول منتخب لي كانت صفيت بالمنتخب، بعدها ما أحبطني هالشيء، بالعكس، وهذه رسالة لكل اللاعبين لما تصفى مثلا في أي استدعاء لأي منتخب، بالعكس لا تحط نفسك في موقع انه خلاص انا ما راح اكون موجود، لا بالعكس. المنتخب اللي وراه دخلت مع المنتخب عمري تقريبا 16 او 17 سنه، دخلت مع المنتخب الاول وكنت يمكن من نجوم اللعبه اللي موجودين، وتدرجت للمراحل السنيه واحترفت ايضا في سن ال 17 سنه مع نادي القادسيه وانديه الكويت وكاظمه والعربي والساحل وايضا نادي احد والنهضه السعودي. فلكل لاعب لا تعثر عند اي استدعاء او اي تصفية للمنتخبات أو الأندية، بالعكس شد على نفسك وعطي من نفسك أكثر راح توصل أكيد تحقق طموحاتك. نعم دكتور، ما بعد نقول الابتعاد عن الملاعب، وين يروح البطل والكابتن اللي مثل حضرتك وخاصة أنك مجال طويل في هذه اللعبة بالذات؟ بالنسبة للاعبين لك ثلاث مجالات، ممكن تكون إداري، ممكن تكون مدرب، ممكن تكون حكم. فنشوف يمكن البعض يكون في عزوف عن التحكيم، لكن البعض يتجه للتدريب والبعض الآخر يتجه للمجال الإداري. أنا بالنسبة لي شهادة الدكتوراه في التدريب الرياضي، لكن ميولي للجانب الإداري، ويمكن كنت مدير المنتخبات الكويتية لكرة السلة سابقا، اشتغلت مع المنتخبات فترة معينة، وبعد هالشيء عدت لتحليل المباريات من خلال قناة الكويت الرياضية. لكن كاستهواء أكيد يستهويني الجانب الإداري أكثر من الجانب التدريبي، ولو أن مثلا دوري كمدرس تربية بدنية وأيضا دكتور في كلية التربية الأساسية، بالعكس موجود عندي التدريب وقاعد أدرب الطلبة وماسك فرق الوزارة سواء على مستوى الجهرة أو مستوى المحافظات. نعم أنا شكرت لك هذا اللقاء، ونتمنى لك إن شاء الله يعني صوم موفق بإذن الله تعالى، وهذا الشهر المبارك دائما هو مليء بالطاعات، الله لا يحرمنا من هذا الأجر، وشكرا لك لحضورك اليوم. آمين إن شاء الله. العفو، الله يسلمك. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامج ملتقى الرياضة، نلقاكم في حلقة جاية إن شاء الله، وهذا البرنامج المقدم لكم من القناة الرياضية. مع السلامة.